واللي يمكن أهم عنوان بيكتب عنها النهاردة هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في خلال عودته من المملكة العربية السعودية يعني أتى إلى شرم الشيخ وتفقد، عمل جولة تفقدية كده في المطار عشان يطمئن على الاستعداد الأمني اللي موجود فيها، وأشاد الحقيقة بالإجراءات الأمنية اللي موجودة. الشيء الرائع والملفت كالمعتاد الاستقبال أكتر من رائع من المصريين وأيضا من الأجانب. المصريين قعدوا يهتفوا تحيا مصر، والأجانب كانوا سعداء جدا وهم بيلتقوا برئيس جمهورية مصر العربية. الحقيقة أنه الرئيس السيسي أثناء زيارته كان ليه عدد من التصريحات للقنوات المختلفة، يأتي على رأسها التلفزيون المصري، ولازم ان احنا نمر على هذه التصريحات، لان في البداية هذه الزيارة رسالة مهمة جدا للمواطنين في مصر في الداخل وايضا للعالم الخارجي. رسالة بتقول ان رئيس الجمهورية يأتي الى شرم الشيخ، هذه الرسالة بترد على كل الادعاءات اللي خرجت بيها صحف غربية وتحديدا أمريكية وبريطانية بتحاول ان هي تشكك في إجراءات الأمن والأمان في شرم الشيخ بصفة عامة وفي مطار شرم الشيخ بصفة خاصة. الرئيس السيسي النهاردة في تصريحاته قال انه كان بيتمنى الا يستبق احد التحقيقات في حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، في اشارة طبعا الى ترجيح عدة دول فرضية انه سقوط الطائرة كان بسبب عمل ارهابي. عايز افكر حضراتكم مرة تانية انه هذه الفرضية اللي اعتمدت عليها عدد من الصحف واللي طرحتها الحكومة البريطانية ممثلة تحديدا في رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، هي فرضية يعني مش لم يستطيع ولا يستطيع إلى الآن أن يجزم بأن سقوط الطائرة كان بسبب عمل إرهابي. وقلت لحضراتكم قبل كده أنه مش منطقي أبدا أن دولة مش ملهاش عضو في اللجنة المعنية بالتحقيقات أنها تدعي هذا الادعاء. طبعا ادعاء كاميرون كان بناء طبقا لكلامه على بعض المعلومات اللي وردت إليه من أجهزة استخباراتية بريطانية. طيب لو كان عنده معلومة مؤكدة ليه ما بعتهاش ل روسيا مثلا على سبيل المثال عشان تقدر تصل إلى من خلال هذه المعلومات إلى السبب اللي أدى لسقوط هذه الطائرة. المهم أيضا من التصريحات المهمة اللي قالها الرئيس النهاردة في هذا الصدد هو قال أنه مصر واللجنة التحقيق تحديدا هتتعامل بمصداقية تامة مع هذا الموضوع وهذه التحقيقات، ونتائج هذه التحقيقات فور انتهائها هيتم إعلانها للجميع. وأشار كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر بتتعرض لضغوط كبيرة جدا، وقال أهل الشر بيحاولوا أن هم يعرقلوا النجاح اللي احنا بنحققه في مصر. وأضاف في هذا الصدد أيضا أنه مش ممكن لأي حد أنه ينال من المصريين، طول ما، ودي الرسالة اللي بيأكدها على طول، طول ما المصريين على قلب رجل واحد. دي يمكن الرسالة الرئيسية اللي منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية اللي بيفضل يأكدها مرارا وتكرارا. والرئيس كمان قال أنه كل الدول طلبت بإرسال متخصصين للتأكد من سلامة الإجراءات، واللي طلب ده رحبنا بيه وجه وشاف سلامة الإجراءات اللي موجودة. يمكن آخرها لجنة كانت أو بعض اللجنة كانت من الجانب الروسي واللي جم تفقدوا، ما زالت موجودة إلى الآن وأعتقد أنها هتنهي عملها يوم الأحد القادم. تفقدت الاستعدادات الأمنية اللي موجودة في شرم الشيخ وفي مطار شرم الشيخ بصفة عامة. الرئيس في حديثه كمان وهو بيتكلم على الضغوط اللي بتتعرض ليها مصر قال كل ما احنا فضلنا مع بعض، كل ما المصريين فضلوا على قلب رجل واحد، الضغوط دي هنقدر نتصدى ليها، واكد ان الضغوط دي هتفضل مستمره، وطول ما احنا بنحقق نجاحات، طول ما مصر بتاخد خطوات الى الامام، الضغوط دي هتزيد. واكد تاني انه هنتصدى لهذه الضغوط طول ما المصريين فضلوا على قلب رجل واحد. من ضمن الرسائل المهمة الحقيقة للرئيس السيسي في هذه الزيارة كانت رسالته لقطاع السياحة بصفة عامة والعاملين في قطاع السياحة، وقال لهم إن إحنا هندعمكم، وقال إحنا دي بتعود أو معناها الحكومة والمصريين، كلنا هندعم قطاع السياحة، كلنا هندعم العاملين في هذا القطاع. وأنا عايز أحط تحت العاملين دي 20 خط الحقيقة، وهقول لحضراتكم ليه بعد قليل. يمكن من اللافت الحقيقة في تصريحات الرئيس السيسي النهاردة لما قال انه في موضوع الضغوط، قال نحن بإرادة المصريين الشباب والمرأة والأسرة ورجال الأعمال سنجتاز كل ذلك. ونحط دايرة بقى على رجال الأعمال.
لأن واضح أنه الرئيس السيسي استغل وجوده في شرم الشيخ والتصريحات اللي بيدلي بيها عشان يوجه رسالة إلى رجال الأعمال. وده الحقيقة خلاني أفكر على طول أنه على ما يبدو أنه رئيس جمهورية مصر العربية مش متفق مع الصورة اللي صدرت خلال الأيام الماضية لأحد رجال الأعمال. وفي هذا الموضوع الرئيس قال أنه وهو بيكلم بيوجه رسالته لرجال الأعمال، قال تحديدا محدش أبدا هيقدر يمسكم، في قانون بيحكمنا. الكلام اللي بيتردد أحيانا وبيدي رسالة مش مظبوطة، ده كلام مش مظبوط، البلد بلدهم وبلدنا كلنا، وأي شيء فيه إهانة قال أنا لا أقبلها. ووجه هذه الرسالة لرجال الأعمال، في رسالة بيحاول من خلالها الرئيس السيسي أنه يطمئن مجتمع رجال الأعمال في مصر، خاصة بعد ما أصابهم بعض القلق من المشهد العام أو المشهد كله بصفة عامة من الألف إلى الياء لطريقة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب. فواضح أنها الرئيس السيسي كان حريص على النقطة دي تحديدا لأنه اختص رجال الأعمال بيها ووجه لهم رسالة من خلال تصريحاته النهاردة، وأتمنى أن الرسالة دي ممكن تبعث ببعض المشاعر بالاطمئنان لرجال الأعمال. في الحقيقة رسالة مهمة جدا كمان، بس الرسالة دي مش من الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما للرئيس عبد الفتاح السيسي، هقولها لحضراتكم وهنوجهها للسيد الرئيس. بس خلونا نسمع جزء من تصريحات رئيس الجمهورية النهاردة أثناء جولته التفقدية في مطار شرم الشيخ وزيارته لمدينة السلام. بعد سقوط الطائرة بساعات قليلة جدا كنت أنا بتصل بالرئيس الروسي وبقول له احنا جاهزين لاستقبال أطقم لمشاركتنا في عملية التحقيقات، لأن احنا ما عندناش حاجة نخبيها ولو في خطأ هنقول عليه. ولغاية دلوقتي وانا بتكلم معاكي مفيش اي دلائل تشير الى حاجة غير ما اشيع. قولك يا فندم فيما خرج به بعض الطيارين البريطانيين واحد طيارين البريطانيين وقال ان كان سيضرب عليه صاروخ وانه تفادى الصاروخ، وبعض الطيارين المصريين يعني تحكموا على ذلك. احنا انا مش عايز اخش في حاجات صغيرة واتكلم فيها واقول، لكن انا عايز اقوله ان احنا موجودين دلوقتي هنا واحنا نازلين في المطار وبنغادر وحنغادر تاني وبنأمن وحنأمن اكتر، لان احنا اللي بنديله يعني تأشيرة دخول مصر ده معناه ان احنا بنقوله انك انت مرحب بيك آمن ومستقر تيجي وتقعد وترجع بالسلامة لبلدك. ده كلنا لازم نقدمه، مش اجهزة الامن بس، كل المصريين. فانا مش هجاوب على يعني ما تردد في هذا الامر، لكن عايز اقول كنا نتمنى ان احنا ما نستبقش. رسالة يا فندم بتوجهها للداخل والخارج بعد تفقدك لهذا المطار بالتحديد مطار شرم الشيخ. هي التفقد رسالة للمصريين ورسالة للخارج ان احنا بنرحب باي حد يجي في بلادنا هو امن ومستقر، واحنا هنزود اكتر جهدنا عشان نأكد الامان والسلامة لكل من يحضر الى مصر. داخل مصر احنا بنقول للمصريين الوقت ده وقت الشدة، وانا شايف ان كل المصريين على قلب رجل واحد وهم قادرين على ان هم محدش هيقدر يكسر ارادة المصريين، كلنا مع بعض، شباب، امرأة، اسرة مصرية، رجال اعمال، مستثمرين، كل اجهزة الدولة مع بعض عشان نتجاوز المسألة دي. وبقول تاني لن تنطفئ انوار شرم الشيخ ولا المقاصد السياحيه، والمصريين واشقائهم العرب موجودين واصدقاء مصر موجودين. بتطالبهم بايه يا فندم وهم في طريقهم لتنفيذ الاستحقاق الثالث ان شاء الله؟ بقول لهم اطمنوا على مصر وخليكم دايما دايما جنب بعض، هو ده الحاجه الوحيده اللي محدش هيقدر ينال من مصر كل من المصريين كده. وبالمناسبه انا خليني اقول كلمه لرجال الاعمال، انتم في بلادكم محدش ابدا يقدر يمسكم، في قانون بيحكمنا. الكلام اللي بيتردد احيانا ده وبيدي رساله مش مظبوطه ده كلام مش مظبوط. البلد دي بلدهم وبلدنا كلنا ومفيش فيها غير القانون، واي حاجه تسيء او فيها اهانه انا لا اقبلها.